اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا. كلكم سامعين طبعا كلام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واسطوره كره القدم المصريه، اللي النهارده يعني خد قرار ان هو يعمل مؤتمر عشان يكشف عن بعض الوقائع فيما يخص او فيما يدور حول ازمه ملعب نهائي بطوله افريقيا ابطال الدوري. يسعدني ان انا انضم ليا حارس مرمى النادي الاهلي الاسبق للحديث عن الازمه اللي احنا كلنا عايشينها، ازمه ملعب نهائي بطوله افريقيا. معايا الكابتن امير عبد الحميد. امير مساء الخير. مساء النور يا ميدو، عامل ايه؟ كله تمام، منورني حبيبي، ربنا يخليك. بتخش لي انت في الهدوء يعني في الزعيق سايبني الوقت. كنت قلقان عليك بس. لا بس يعني انت اتكلمت في حاجات مهمه جدا برضه فيدو، يعني اتكلمت في نقط مهمه جدا جدا في مستقبل الكوره في مصر، اتكلمت في حاجات وانا عارف ان انت صريح جدا، ممكن صراحتك دي بتزعل ناس كتير جدا. في نفس الوقت في حاجات احنا لازم نقف عندها في الحاجات اللي انت اتكلمت فيها في مستقبل الكوره في مصر، التطوير، المستقبل اللي جاي، حاجات كتيره جدا يعني لازم نقف عندها. يعني خلاص احنا يعني ما فيش حاجه اسوأ ممكن نوصل لها. بالظبط، يعني انت وصلت ان انت بتلعب، مش موضوع ماتش كوره، استوصلت ان انت المسابقه المحليه اللي بتلعب اثيوبيا مش عارف تعدي، مش عارف تخش 18. صح، الناس بتجيب فيك جون وبتمسك عليك كره تاني وبتروح عليك وتجيب التاني وما تحسبش، وبعد كده بتجيب التالت وما تحسبش، وبعد كده يجيبوا فيك جون. قصه يعني صعبه جدا. عايز اكلمك على يعني الازمه اللي احنا كلنا عايشينها بتاعت ملعب ماتش النهائي، ورايك ايه او تقييمك ايه لمؤتمر النادي الاهلي النهارده؟ بص يا ميدو، هو طبعا المؤتمر اللي اتعمل النهارده كابتن خطيب ومجلس الاداره او النادي الاهلي عامه، موضوع المؤتمر ده او الكلام ده ملوش دعوه خالص بان انت النادي الاهلي كسب او خسر. النادي الاهلي دايما لما بياخد قرارات بياخد قرارات جماعيه. النادي الاهلي لما يكون له حقوق في اي مكان بيدافع عن حقوق النادي الاهلي، وانا شايف من وجهه نظري ان كانت في حاجات مش فير حصلت للكابتن خطيب يتكلم فيها. ان انت يعني فجأة بتلاقي انك انت بتحدد الماتش النهائي فين. تاني حاجة مفيش عدالة انك انت النهاردة تلعب على الاقل ماتشين مش ماتش واحد بس. طب انت النهاردة لو رحت عندك ماتش واحد وتعمل في المغرب، على الاقل اديني نص الاستاد، اديني تاكتس كتيرة جدا. هو ده اللي الاهلي طلبه فعلا، قالك انا هدفع الفلوس ويعني مفيش مشكله ان اخلي. بس بص اقول لك حاجه، انا بالذات النقطه دي يعني متفق مع كابتن محمود الخطيب في كل النقط اللي قالها. النقطه دي بالذات عارف يا امير، صعب جدا ان انت يبقى عندك يعني احتفاليه مباراه نهائي بطوله افريقيا ابطال الدوري وتسيب نص الملعب فاضي. يعني صعب. وانا اتفق مع كابتن محمود الخطيب في كلام هو قاله وانا قلته قبل كده، ان احنا كقاره افريقيا الشعوب الافريقيه ما عندهاش الامكانيات الماديه ان هي تقدر ان هي تسافر تشجع فريقها في ملعب محايد. يعني انا فاكر زمان لو تفكر ماتش السوبر اللي في بدايه التسعينات 93 للزمالك والاهلي، كان في 50 مشجع للزمالك و50 مشجع للاهلي في جوهانسبرج. صح، وعمرو اديب حتى كان واحد منه. فانت انت دوله ما تستحملش الكلام ده، لا على المستوى المادي ولا على مستوى المسافات. خلي بالك ان اوروبا كلها تعرف التذكره في اوروبا امير، الناس بتلعب ليه في ملعب بيبقى متحدد من الاول وبتاع. تذكره في اوروبا مثلا من باريس مثلا لامستردام مثلا عاد بكام؟ 40 يورو بالظبط يعني، وقطر على طول يعني سريع وكذا مليون حاجه.